لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سمحوا لي يعطي كرتوش داتني الضحكة الراسة. وهذا الفعل اللي داروا الله سيدي ذلوا بروسهم وبينوا على روسهم أنهم في قمة الجهل، تولوا تيسحروا أو 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 وصلنا تهاد السحور ما بقاش هضره. ديك الشيء راه لا علاقة له بالرياضة، ديك راه ولات تحرميات وتبين أن بنادم راه موالف حتى دوك المقابلات دابا اللي دازو أنهم موالفين تيربحوا مع بتكتيب وتشعويد وصافي شي ولكن الكرة الكرة لا عندك شركابي لا عندك شركابي. نعم سيدي تمشي تلعب وتتبين على راسك. شو تبارك الله البارسا والريال تبارك الله من تيكونوا تيلعبوا النار في لاكار الكرة ما تطيحش الأرض، هذاك هو اللعب. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي لا حول ولا قوة إلا بالله اللي ولا يضحك، والله العظيم تضحك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سمحوا لي يعطوا كرتوش داتني الضحكة الراسة. هو الرقية مع المنتخب الجزائري، سبحان الله العظيم لا تقع الرقية ولا نتنديو حتى الملاعب زوينة هذه، سبحان الله العظيم. تنقولوا احنا واحد المثال في المغرب وراه صراحة المثال كاين، يكمل الفز تيقفز بنادم لا كان سحار موالف بالتشعويد راه تلقاه ديما تيضر ما فيه حتى حاجة، مش حم واحد تلقى ما فيه حتى حاجه تيجي عندي واحد قسم ولا قبل الليل مش حم واحد جال عندي وضرت فيه تنقول لي سير اتق الله وسير شد الصلاه وسير تصلي، يقول عاد منهم شطار جمر في كوالتي وكلا فيا وصنع عليه انت لا راه اسميتو فيا. ودابا كي بحال هادو لو خافوا من العين لو راه سحري ليهم السحر الاسود راه تنعرفو حنا صحابي انا صحابي لا نعرفهم كاينين من السنغال ومن غينيا وتنعرف بزاف ديال الحوايج وقسم لك بالله كوني حط فيك يديه والله لا بقيتي عتبتي على رجلك بالله. قالك حق داروا لنا السحر الاسود، كون داروا لكم السحر الاسود كون داك المنتخب ديالكم يتشتت في البلاصه والله ما يبقى حشومه. راه جابوا الشوهه وقسم لك بالله الا جابوا الشوهه وشوهوا رسوم وبانوا على حقيقتهم انهم نهار كامل ما يدوروا عند الفقهاء وعند المشعوذين والدبايح الخاويه والروين الروينه والحاله لحاله. راه خص الانسان يتقى الله في راسو. الكره الكره لا عندك شركابي لا عندك شركابي. نعم سيدي تمشي تلعب وتتبين على راسك. شو تبارك الله البارسا والريال تبارك الله من تيكونوا تيلعبوا النار في لاكار الكره ما تطيحش الارض، هذاك هو اللعب تبارك الله. حنا غنجيو لا في صافي ركابينا خاوي لا حق سحروا لينا والتاثير تقى الله في راسك. والله الا هذا الموضوع اللي شتو انا نضحك. والمشكله كون عجبوا راقي هذوك الرقاد كاع الجزائر الله يحفظهم لينا نعرفوهم جايب مشعويد مشعويد جايبو تما قاص يقول لهم لا هادي وهادي شدش وده مشكله وشوهوا راسهم بانوا انهم هما سحارة يعني داك الربح ديالهم وداك الشيء اللي تيمشيو به داك الشيء هذا السحر. وحسبنا الله ونعم الوكيل، هادشي ما نقولك حسبنا الله ونعم الوكيل. لا دابا هادو راه اول وحدين بانوا على حقيقتهم دابا هادو، يعني ان راه بان انهم هما موالفين بهذا الشيء الكتبات وبهذا الشيء التعويد وبهذا الشيء. الكتبه راه حلال ماشي حرام. سيدنا عمر كان يكتب آية الكرسي على ابنه وكان يحملها ولاني وعلى الكتبه اللي هي علويه ماشي سفليه. والتعويد وداك الشيء ديال الذبايح وداك الشيء داك الشيء راه التعويد داك الشيء. وهذا الفعل اللي داروا الله سيدي ذلوا بروسهم وبينوا على رسوم انهم في قمه الجهل. وهما شو حنا تصنط حنا لا نحبوهم وتنبغيو نعاونوهم قالك حنا تنسحروا ليهم وحنا تنديروا ليهم وحنا امساكن محسوسي راه مرض. انا تنظن انهم خصهم غسل الدماغ وخصهم طبيب نفساني يداويهم كاملين. المغرب مساكن واحد اليوم هنا المغرب ما بغاش يتصرط واحد اليوم المغرب هنا. انا ما تنعمش الجزائريين هادوك اللي يحكموا اللي تيقولوا هادشي ومرونين الدنيا. اما الجزائريين راه خوتنا وحبابنا وحنا حبابهم وقلبنا نعطيو لهم وقلبهم يعطيو لنا وحبابنا وتنهضروا معاهم وتنخدموا معاهم وتيخدموا معانا الله يعمر لهم الدار. راه الشعب ديالهم زوين هادوك اللي مرونين لا عندك السحور لا عندك ولا المغرب تيدير
اش بغينا ندير لكم؟ حنا الشعب ديالنا الحمد لله درويش، حنا اللي تيجيو عندنا السنغاليين يجيو عندنا السوريين يجيو، والله واخا تكون انت 400 عندك في الجيبه تفرقها انت وياه، حنا الحمد لله شعب ديال الضيافه. وقول شي واحد يجي لعندنا المغرب ويشوف راسو واش يبقى في الجوع، والله ما يبقى بالجوع. المخير فينا اللي ما عندوش ولا هو يعطيها الفرانك وما يخليهش بلاش. واو استاذ ياشين نقول لك داكشي راه لا علاقه له بالرياضه، ديك راه ولات تحرميات، وتبين ان بنادم راه موالف حتى دوك المقابلات دابا اللي دازو انهم موالفين تيربحوا مع بتكتيب وتشعويد وصافي هادشي وليك. بينوا على راسهم شنو تيسواو دابا، شوهوا راسهم زعما. اه وا صراحه تشوهوا صراحه، ونجيك الصراحه والله حتى شوها الله يستر. حنا المغاربه ما عمرنا حنا لا ما عمرنا حنا استعنا بشي فقهاء ولا الدراري عندنا اللي يلعبوا على دراعهم، هذا ربحوا مرحبا، ما ربحوش راه كره هذيك ديرها رياضه، واش حنا سيرين تندابزو؟ آه رياضه، ربحوا مرحبا ما ربحوش مرحبا، راه رياضه اللي داها كلشي راه مزيان كاينش مشكل. واحنا خويا المنتخب المغربي عمرنا سمعنا عليه هادشي صراحه، ماشي زعما تنشكرو حيت انا مغربي ولا اني ما عمرنا سمعنا هادشي، واش عمرك شي لاعب ماشي تيكتب ولا تيدير شي حاجه؟ وحنا الحمد لله مكبلين الصلاه ديالهم متقين الله، تيمشيو يلعبوا جابوها على دراعهم وهذاك ما جاتش ما كاينش مشكل. والكره هذه واش ندبزو؟ الكره هي هذه، هو مره واحد تيربح هذا لا مره جاي تيربح هذا، وهي غدا اللي ربحها راه مزيان ما كاينش عندنا حنا مشكل. وسيدي حنا الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، بالعكس حنا راه حنا الشعب الوحيد اللي تنتعاونوا مع الدول كاملين، والملك ديالنا تيحسدونا عليه، العالم كامل تيحسدنا عليه، احسن ملك في العالم، وتنقولها ليس نفاقا. هذاك بعدا اصلا الملك شنو الاصل ديالو؟ شريف، من مولاي علي الشريف. شوف السلاله كي داير، السلاله النبويه، اجي وحكم البلاد، اجي وقول انا وانا. سيدنا سيدي راه الملك ديالنا من الدوله العلويه من الشرفاء، وتقولها وتعمر بها فمك، صحابك بحالهم هما جا من ولا تيتوالى، راه خصهم يعرفوا هاد المساله. حنا بعدا شكون اللي تيحكمنا؟ راه تيحكمنا واحد من السلاله النبويه ونفتخر بها، هادي خصهم يدخلوها لدماغهم، وماشي غير اجي وحكم وقول انا ملك البلاد. خاصك تكون انت سيدي وسيدي، وسيدنا راه تنتعتز به وتيضربوا به المثل، وتيخاف منه العالم، تيخاف منه علاش؟ حيت تبارك الله عنده الهيبه وعنده ما يقول وعارف اش تيدير. خصهم صراحه يعاودوا ينقيو راسهم وصافي، هادشي ما نقول لك. لا لا الله وصافي، ها شوهوا براسهم دابا، بينوا الشوهه ديالتهم، اقسم لك بلا بقاو فيا، ماشي تنتشمت فيهم والله، تبقاو فيا. هادي راه شوها هادي وشمتها ولاو تيسحرو، او 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 وصلنا تال السحور، مبقاتش هضرة هادي. والو داكشي اللي دارو تقلب عليهم، اقسم لك بالليل داكشي اللي دارو تقلب عليهم، هما ربحوهم الاخرين ياك، عياو ما يرونو عياو ما يكتبو والو كاين شي. رسالة للمنتخب المغربي، الله يخليهم ان شاء الله ديما ناشطين وديما فرحانين، ان شاء الله بغيناهم يلعبو ان شاء الله ويهزو الراية ديال البلاد، بغيناهم ان شاء الله يديو الكؤوس ان شاء الله كامله، ان شاء الله كاع الكؤوس بغيناهم يديوها ويتفوقوا فيها ان شاء الله، ويبعد عليهم الشياطين ويبعد عليهم العين ولاد الحرام. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.